نبتديها مع الأهرام. الأهرام قالت إن بدأ سمير عدلي المدير الإداري للجهاز الخاص بالكورة في النادي الأهلي الإعداد لرحلة تنزانيا من دلوقتي. هيواجه طبعا الفريق الأول للكورة نظيره سيمبا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا يوم 12 فبراير اللي جاي، بعد مباراة الجولة الثالثة واللي هتقام يوم السبت اللي جاي على استاد الجيش في برج العرب مع الفريق نفسه. بيحاول سمير عدلي بناء طبعا على تنسيقه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن هم انتهوا من الحصول على تأشيرات السفر الخاصة بفريق الكرة والجهاز الفني. كمان نجح سيد عبد الحفيظ في توفير تسجيل لمباراة سيمبا مع شبيبة الثورة وكمان مع فيتا كلاب الكونغولي عشان يديها للجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي عشان يقدر يدرسها قبل مواجهة بطل تنزانيا يوم السبت اللي جاي، وبعد كده طبعا هيتقابلوا تاني يوم 12 فبراير اللي جاي. كمان أشاد مارتين لاسارتي المدير الفني بأدائه وبروح فريقه قصاد مصر المقاصة والفوز بثلاث أهداف نظيفة، وقال كمان إن لعيبته ظهروا بحالة كويسة جدا ومميزة خلال الشوط الأول قبل ما تظهر عليهم بعض آثار الإرهاق في أوقات من الشوط الثاني في المباراة. وقال كمان لسارتي إن الوقت اللي بيخوضه في أعداد الفريق قليل جدا خصوصا إن النادي الأهلي بيلعب مباراة وتمارين مكثفة جدا ما بين يوم والتاني، وده اللي بيواجه طبعا بيواجهه مع الفريق من ساعة ما انضم للنادي الأهلي. وكمان قال إن عودة أجاي للتهديف بتعد شيء إيجابي جدا خصوصا طبعا أن اللاعب بعيد عن المشاركة الأساسية بقاله 5 شهور، ومشاركته اللي فاتت قصاد مصر المقاصة كانت إجباري بسبب طبعا غياب المهاجمين. كمان أخبار اليوم قالت أن رجع نادي الأهلي حقيقي من جديد وظهر خلال الفوز اللي حققه المارد الأحمر على مصر المقاصة بثلاث أهداف نظيفة يوم الخميس اللي فات. نجح الثلاثي حسين الشحات وأرجاي ورمضان صبحي أن هما يترجموا سيطرة النادي الأهلي على المباراة لثلاث أهداف، عادت طبعا الثقة من جديد لجمهور النادي الأهلي في فريقها عشان تكون مباراة يوم الخميس اللي جاي انطلاقة واللي فات انطلاقة جديدة بتيشيرت النادي الأهلي برضو الجديد لمرحلة مهمة لأبناء النادي الأهلي بعد ما دعم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي الفريق بلعيبة جداد عشان يقدروا طبعا ان هما يرجعوا مره تانية للمنافسه على البطوله المفضله. كمان من مكاسب النادي الاهلي اللي ما كانتش هي مجرد برضو الحصول بس على 3 نقط في مشوار الحفاظ على اللقب، ولكن برضو ظهرت مكاسب كتير جدا وكان اكيد اهمها رجوع الروح للعيبه. ظهر النادي الاهلي بشكل مختلف تماما عن المباريات اللي فاتت، وكمان رجوع الثقه للعيبه بعد الفوز الكبير على فريق صعب واكيد كان ماشي بخطوات ثابته خلال مبارياته في الدوري. وكمان نجح الثلاثي المنضم للنادي الاهلي حسين حيات أجاي كمان رمضان صبحي ان هم يحرزوا اول اهداف ليهم في الموسم الحالي. وكمان ظهر خط وسط النادي الاهلي متماسك خلال مباراه المقاصه بعد ما تالق حمدي فتحي اللي انضم برده حديثا وظهر بشكل اكتر من رائع، وده طبعا بيعد من اكبر المكاسب اللي حصل عليها النادي الاهلي في المباراه دي، واكيد برضو كسب احترام الجمهور. كمان رجع عمرو السوليه مره تانية لمستواه وظهر بشكل كويس جدا، بالاضافه لان بدات بقى كمان